الأول ويخطف صدارة هذا الشوط. النقلة إلى المركز الثاني، ريمة تحتل المركز الثاني، عتيج بن عبيد بن الهلي يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثالث وصلت غثيوة في المركز الثالث، تعود ملكية غثيوة لعلي بن عبد الله اليابري، تواجد مشاهدينا الأعزاء على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه اللي وصلت الآن هملولة محمد بن سالم بن خليفة الاجتبي، محمد بن سالم بن خليفة برويس الاجتبي يتواجد على المركز الرابع، بينما ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الخامس. المركز الخامس وصلت الآن وصايف سالم بن حمد بن محمد المزروعي، يقدم وصايف على المركز الخامس. سادس المراكز هنا بن صغان عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، والمركز السابع الانتقال مباشرة إلى بن صغان أو سلهودة لمحمد بن حارب بن واسة الاكتبي، يتواجد على سابع المراكز في هذه اللحظات. المركز الثامن، المركز الثامن وصلت مياسة حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي، والمركز التاسع في الانتقال مشاهدين الأعزاء حيث يأتي هذا الشعار. هذه مشاهدين الأعزاء اللي وصلتنا الآن، الشاهينية لسعيد بن حميد برويسة الاكتبي أيها الحبل الكريم، يتواجد على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلت الآن روعة ليمعة بن عيد المهيري، يصل الشاعر مشاهد الأعزاء أبو محمد ليقدم لنا روعة في هذا الشوط. هذه إذن النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذه اللحظات وانطلاقات هذا الصباح. هذه مسيرة هذا الشوط لتحمل تحديات الكبار، تحديات أشواط الإنتاج، حيث مشاهدين الأعزاء ينطلق يسير هذا الشوط، يبحر تماما في تغيرات كبيرة لمشوار المنافسة وفي مشوار التحدي في هذا الصباح. نعود إلى البداية ونعود إلى الانطلاق الأول، وتصل شديدة إلى صدارة الشوط، شديدة عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر هو الآن من يتصدر المجموعة ويخطف الناموس في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني هناك يتواجد مشاهدين الأعزاء مع هملولة وصلت محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي يحتل المركز الثاني. ننتقل إلى غثيوة تحتل المركز الثالث، علي بن عبد الله بن سعيد اليابري يتواجد مشاهدين الأعزاء مع وجود غثيوة ليحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت ريمة عتيج بن عبيد بن سعيدة بالهلي، واصل مشاهد الأعزاء يأخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس، ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، إلى وصايف سالم بن حمد بن حمد المزروعي يأخذ المركز الخامس. وسادس المراكز تصل هناك بن صغان عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما المركز نشوف هذه الخمس أو الست المراكز الأولى، بينما المركز السابع تصل مشاهد الأعزاء سلهودة لمحمد بن حارب ونواس الاكتبي، والمركز الثامن شاهينية سعيد بن حمد برويس الاكتبي. نقل إلى المركز التاسع مشاهدين الأعزاء وشعار بن عيد المهيري، هذه روعة يمعة بن عيد المهيري مشاهدين الأعزاء. المركز العاشر وصلت مصيحة فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري، هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، الأسماء التي حضرت من خلال هذه اللحظات. شوطنا يسير مشاهدينا الأعزاء وهناك في المقدمة والصدارة، ولكن مع بعض العجاج وبعض الهوى السريع يأتي من خلال هذه اللحظات، لأن مسار وتحدي هذا الشوط لازال صامدا ويتقدم ما شاء الله مع هذه الفئة من الأشواط الإنتاج ما شاء الله. البداية والمركز الأول، شوفوا هذه شديدة غيرت، صارت المركز الأول عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر هو الآن خاطف ناموس هذا الشوط.
الشوط وقادما بالناموس. بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصل 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 مع هملوله، مع هملوله محمد بن زارب بن خليفه الكتبي يحتل المركز الثاني. بينما هناك تتواجد غثيوه تعود من كتل علي بن عبد الله بن سعيد اليابري، هناك يخطف المركز الثالث. اكيد يعني يبغي له سلام وتحيه لهالي وين؟ لهالي الفوعه، لهالي الفوعه، هذه فوعه الناموس وفوعه الحبه. اما المركز الرابع ياتينا بالهلي مشاهدي الاعزاء ليقدم لنا ريما عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي وخاطف المركز الرابع. بينما المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الاخر هناك تجدد روح النشاط والحيويه مع خامس المراكز وحمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي ومع مياسه واصله في المركز الخامس. سادس المراكز نصل الى سلهوده محمد بن حارب بن واسه الكتبي. والمركز السابع تصل روعه تعود ملكيته يمعه بن عيد بن عبيد المهيري واصل مشاهده اعزاء ياخذ هذا الموقع يحتل المركز السابع. شوف هذه الاسماء اللي امامكم هي اللي الان هي في مسار هذا الشوط وتختصر مسافه اللقاء. المركز الثامن، المركز الثامن يا برويس هناك الشاهينيه سعيد بن حميد برويس الكتبي. والمركز التاسع عادت او تراجعت من صغان لعمران بن سلطان بتريم. وفي المركز العاشر، في المركز العاشر هناك اسم اخر مشاهدي الاعزاء وتبديل اخر لهذه المواقع والمراكز مشاهدينا الكرام. هكذا النتيجه او المركز العاشر متواجده مياسه حمد بسعيد المطوع بن ضحي الكتبي. اما اللي ذعناها هناك في مقدمه هذا الشوط سالم بن حمد بن المزروعي من ضابط المزروعي هناك موجود يحتل المركز الرابع. هذا في المركز الرابع. عموما على كل حال اعود الى سيطره البدايه، اعود الى من البداية. الله مياسة 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 غيرت أحوال الشوط عندما تقلب الشوط والطقس في هذا الشوط، إلا أنها هناك انقلبت على المركز الأول واحتلت الصدارة. هذه هملولة محمد بن سالم بن خليفة البرويس الكتبي يحتل الصدارة الأولى، يحتل الصدارة، يحتل المقدمة، يحتل البداية. بينما أغثيوة متواجدة علي بن عبد الله بن سعيد اليابري يتواجد على المركز الثاني مشاهدي الأعزاء. والمركز الثالث وصلت وصايف مثل يكات الحصابي. هذه وصايف لسالم بن حمد بن محمد المزروعي ياتي الان مشاهدي الاعزاء يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع يمعى بن عيد المهري روعه يا روعه المنظر ويا روعه جماله. هذه مشاهدينا الاعزاء خلت المركز الرابع. يلا اللي باله لقاء على المركز الاعلامي يا مرحبا بك يا حيابه يا حيابه. اما المركز الخامس، المركز الخامس نعم هناك شديده عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، لكن وصلت سلهوده لمحمد بن حارب بن واس الكتبي مشاهدينا الاعزاء الان في المركز الخامس او المركز السادس. بينما بالهلي يتقدم الى المركز السادس، تقدم مع وجود ريمة عتيج بن عبيد بالهلي مشاهدينا الاعزاء يصل يحتل موقع متقدم. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى المراكز الأولية، المراكز الحساسة. وصلنا إلى الله جسر العبور، جسر الناموس، جسر التحدي. والمركز الأول روعة يمعى بن عيد المهيري مشاهدين الأعزاء يتقدم إلى المركز الأول. يمعى بن عيد المهيري في صدارة هذا الشوط في المقدمة. يا سلام الله مع وجود الشاعر سالم بن عيد المهري نقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر. هذه مشاهدين الأعزاء وصايف سالم بن حمد بن محمد المزروعي يتقدم إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث هذه سلهودة ومحمد بن حارب بن واسه الكتبي مشاهدين الأعزاء يتواجد على المركز الثالث.
نقله الى المركز الرابع ريمة عتيج بن عبيد بالهلي في المركز الرابع، والمركز الخامس عادة خثيوة علي بن عبد الله بن سعيد اليابري مشاهدين الاعزاء في المركز الخامس. اما المركز السادس فيتواجد مع بن صوغان واصل عمران بن سلطان بن تريا ملك تبي تعود من جديد. أعود إلى البداية ولا زالت روعة مسيطرة، إلا أن هناك وصايف مشاهد الأعزاء تنتقل إلى المركز الأول. الكيلو الخطير وصايف روعة سلهودة ريم. هذه الأربع تسير وتربع، لكن المركز الأول عندك الميري يا بن عيد روعة، إلا أن الريم خطفت المركز الأول ريم مشاهد الأعزاء تيجي بن عبيدة بالهلي، ولكن يعود من الجانب الآخر سالم بن حمد بن محمد المزروع. 600 متر مثيرة. ريم وصايف ريم، ولكن ريم مسيطر وصايف تتسلل وصايف الى المركز الاول، وصايف سالم بن حمد بن محمد المزروعي. ريمه في المركز الثاني، عتيج بن عبيد بن هلي يحتل المركز الثاني، سلهوده في المركز الثالث، محمد بن حارب بن واسه، الا ان ريمه خلاص وصايف راحت. سلام لاهالي سويحان، سلام لاهالي مدينه التراب. هذه البدايه، هذه الموفقه، انطلقت وصايف احتلت المركز الاول، فازت بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن محمد المزروعي، واسعد الله صباحكم يا هالي سويحان على هذا الفوز والانتصار. تهانينا. المركز الثاني مشاهدين الاعزاء محمد بن حارب بن واسل الكتبي بن صوغان يقدم بالمركز على ثريمة، عتيج بن عبيد بالهلي في المركز الثالث، المركز الرابع غثيوة علي بن عبد الله بن سعيد اليابري، والمركز الخامس روعة لجمعة بن عيد المهيري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء، هكذا كان مساري هذا الشوط بالانطلاق بالمنافسة بالتحدي. عودة إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول الأخيرة لمستوى هذا الشوط. ثلاثة دقيقة 18 ثانية 5 أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس لسالم بن حمد بن محمد المزروعي على هذا الفوز والانتصار، وسلام لآلي سويحان. سلام. المركز الثاني كانت سلهودة، قطع المسافة 13 دقيقة 20 ثانية جزئية من الثانية. ثانينا والناموس لمحمد بن حارب بن واس الاجتبي. أما المركز الثالث فكانت ريمة مشاهدين الأعزاء لعتيج بن عبيد بالهلي، قطع المسافة 13 دقيقة 20 ثانية جزئية من الثانية. تهانينا والنمو.